أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عن شكره لمصر على التعاون الوثيق لتحقيق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وتنفيذها والإفراج عن بعض الأسرى والمحتجزين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة. جاء ذلك خلال كلمته في أعمال الدورة 44 للمجلس الأعلى لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي بالدوحة. ودعا أمير قطر مجلس الأمن الدولي إلى إجبار إسرائيل على العودة لطاولة المفاوضات، معتبرا أن الهدنة ليست بديلا عن الوقف الكامل لإطلاق النار في القطاع.